السيد رئيس الشعب الولائي المحترم، السيد والي الولاية المحترم، السيد الأمين العام، زملائي زميلاتي أعضاء المجلس الموقر، أعضاء الجهاز التنفيذي للولاية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أن أتدخل في مشروع الميزانية هذا خاصة في باب الاختراع الطارئ تعديل في الباب 912 الخاص بالمساهمة في أعباء التعليم، وذلك بتخصيص غلاف مالي قصد التكفل بدروس التقوية والدعم البيداغوجي، إسهاما منا على تفعيل مؤشر تكافؤ الفرص لأبنائنا المتعلمين المقبلين على مختلف الاستحقاقات التعليمية كشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، وبالتالي القضاء ومحاربة المستودعات التي تنخر ثوابت وقيم المنظومة التربوية. وعملا بهذا لاحظنا أن هناك مثلا في الباب 914 والخاص بالشباب والرياضة التي قامت اللجنة بإضافة مبلغ مالي قصد التكفل في بعض الجمعيات من النوادي الرياضية والمقدر بمليوني دينار. لذلك هذا الاقتراح يعني تعديل باب 912 اقترحه بتوصية للجنة المالية، توصية حتى نقضي على الدروس الخصوصية التي تقام في المستودعات وبعدد يعني كبير جدا، وبالتالي نرجع للعمل اللي كان قام به في السابق، كان يخصص غلاف مالي لهذا الجانب حتى نقضي على مثل هكذا تلاعبات المنظومة التربوية. وشكرا، السلام عليكم.